إذن في هذه اللحظات متابعينا الأوفياء ضربة جزاء لفائدة فريق حسن تقدير أعلن عنها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفار التي أكدت لحكم الوسط بأن هناك ضربة جزاء لفائدة الحسنية. هي فرصة من أجل التعديل، فرصة من أجل التعديل ومن أجل تعديل الكفة وإعادة المباراة إلى نقطة الصفر. فجماهير الحسنية استبشرت خيرا بإعلان الحكم عن ضربة جزاء لفائدة الحسنية في هذه اللحظات متابعينا الأوفياء. ضربة جزاء عند حدود الدقيقة 29 من عمر المباراة، وستنفذ هذه الركلة. بطبيعة الحال هل سيتم تعديل النتيجة أم لا؟ هذا ما سنعرفه بعد لحظات.